أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا ذكرنا في الدرس الماضي أول حديث من الأحاديث التي ذكرها الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمة الله تعالى عليه في كتابه عمدة الأحكام التي تتعلق بالربا، والحديث هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الزام بالذهب ربا إلا هاء وهاء إلى آخر الحديث. ذكر بعد ذلك حديثا آخر وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، لا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها ناجزا بغائب، وفي رواية لمسلم إلا وزنا بوزن، وفي رواية إلا مثلا بمثل وزنا بوزن سواء بسواء. الحديث جاء عند البخاري مطولا ومختصرا، وجاء عند مسلم أيضا مطولا ومختصرا، وراوي هو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان المشهور بكنيته وهي أبو سعيد الخدري، صحابي جليل، صحابي ابن صحابي، واستصغر عام بدر فلم يكن في المقاتل، ثم شهد المشاهد بعدها، وهو يعد من المكثرين في رواية الحديث، أي أنه يروي أزيد من 1000 حديث. ووفاته قيل سنة 63 وقيل 64 أو 65 للهجرة، وقيل سنة 74. وقدم الحافظ بن حجر السنة الأولى، يعني قال في سنة 63 أو 64، وقيل 74. حديثه عند أصحاب الكتب الستة، والحديث يشير إلى ما أشار إليه الحديث السابق، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تبيعوا الذهب بالذهب. فهذا فيه الإشارة أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب إلا مثلا بمثل. قوله لا، هذا نهي، لا تبيعوا ذهبا بذهب، الذهب بذهب، الذهب سبق ذكر معنا، والمراد هنا جنس الذهب سواء كان مضروبا
دنانير أو غير مضروب، سواء كان جيدا أو رديئا، سواء كان مغشوشا أو غير مغشوش، سواء كان خالصا سليكة أو غير مخلوط، أي مخلوط، فكل داخل في الحديث إلا مثلا بمثل، هذا استثناء، يعني الذي يجوز بيعه هو أن يكون مثلا بمثل. فيدخل فيه أيضا الحلي، قال لا تشفوا بضم التاء من الفعل الرباعي أشفة، وأصله من الثلاث المضاعف شفة، يشف شفا، الشف هي الزيادة، هي الزيادة، وتطلق على النقصان، فهذه العبارة تعد في لغة العرب في قسم الأضداد، الأضداد، الأضداد المقصود بها كلمة واحدة يراد منها معنى وتطلق ويراد بها ضدها، مثل شفة يطلق ويراد به زيادة، ويطلق ويراد به النقص، النقصان. وهذا في كتب اللغة وكتب المفردات باب خاص بهذا، وألفت فيه كتب، كتاب الأضداد، الأضداد، الأضداد بمعنى الكلمة وضدها. ولا تبيع الورق بالورق، سبق ذكر معنى الورق وأنه فضة، وهذا يشمل جميع الأنواع مضروبا كان أو غير مضروب، خالصا أو لا، جيدا أو رديئا، حليا أو غير حلي، فلا يجوز بيع ذا فضة بفضة إلا مثلا بمثل. قال لا تشف بعضها على بعض، في رواية إلا وزنا بوزن، المثلية راجعة إلى الوزن أو الكيل، فما كان مكيلا لا بد فيه أن يكال، وهذا يقال في الأطعمة، وما كان وزونا لا بد وأن يوزن، لا بد أن يراعى فيه الوزن. في رواية قال إلا وزنا بوزن، وفي رواية إلا مثلا بمثل، وزنا بوزن، سواء بسواء. فمثلا بمثل تعود إلى الصفة، وزنا بوزن يعود إلى المقدار، سواء بسواء يعود إليهما في اثنين. قال ولا تبيع منها ناجزا بغائب، أي لا يجوز أن يكون أحد الطرفين ناجز نقد حاضر موجود، والآخر متأخر إلى أجل، وهذا أيضا سبق توضيحه في الدرس الماضي. هنا في قوله لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، فذهب بذهب لا بد من التماثل والتقابض، وكذلك فضة بفضة لا بد من تماثل وتقابض. إذا باع ذهب بفضة أو فضة بذهب سمينا هذا الصرف، إذا باع ذهب بذهب أو فضة بفضة سميناها هو صرف، لكن أعطينا اسم مقيد، ها؟ المراطلة بالطاء، المراطلة، قلنا هذا في أول الدرس في الربا قبل
الدرس السابق، المراطلة. فإذا باعه ذهب بذهب، ذهب بفضة أو فضة بذهب، لزم في ذلك التقابض وجاز التفاوض. لكن لو باعه ذهب بفضة ومعها شيء من الذهب، أو باعه فضة بذهب ومعه شيء من الفضة، هل يجوز مثل هذا؟ الذي عليه جمهور العلماء أن مثل هذا لا يجوز، وإن كان يجيزه الأحناف، لكن جمهور العلماء أن هذا الفعل وهذا النوع من البيع غير جائز. فالذهب يكون بالذهب والفضة بالفضة، أو بيع ذهب بفضة أو بيع فضة بذهب. أما أن تبيع ذهب بذهب ومعه شيء من الفضة، أو ذهب بفضة ومعه شيء من الذهب، أو فضة بفضة معها شيء من الذهب، أو فضة بذهب معه شيء من فضة، فهذا ذريعة إلى الربا، هذا من الذرائع إلى الربا. يعني قد يكون يحتمل أن وجه التفاضل أراد أن يزيله بتلك الزيادة اليسيرة التي يزيدها، بمعنى يبيعه ذهب بذهب، هذا جيد وهذا أقل منه، ففرارا من عدم التساوي، فيقول لهم بيعني غرام من الجيد بغرام ونص من الرديء، ذاك الذي يبيع الجيد يجعل معه شيء من الفضة، يزعم أنه يقابل نصف غرام ذهب من الرديء، والعكس بالعكس في الصور الأخرى. فمثل هذا لا يجوز، مثل هذا غير جائز عند جمهور العلماء. قال: ولا تبيع ناجزا منها ناجزا بغائم. وما دل عليه الحديث ها هنا هو بالجملة نفس ما دل عليه الحديث السابق، لكن تبقى لنا معنا مسألة كان المفروض أن نطرقها في الدرس الماضي ولم أذكرها، وقلت لعلنا نشير إليها في مجلسنا هذا، ألا وهي ما جاء في هذه الأحاديث من ذكر الأصناف التي تجري فيها الربا، والتي جمعها حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح والبر بالبر أو القمح البر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. وفي الرواية الأخرى: فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم لكن يدا بيد. فهنا هل المقصود هي هذه الأصناف الستة فقط، أو أنه يلحق بها غيرها؟ الظاهرية، مذهب الظاهرية، هذا المذهب يسمى مذهب الظاهرية نسبة إلى داود بن علي، سموا بالظاهرية لأنهم يعني ما نقول أنهم يأخذون بظاهر الحديث فقط، بل فيه كما قال العلماء نوع جمود على الظاهر، نوع جمود على الظاهر ورد معاني واضحة من الحديث بدعوى أن الظاهر لا يدل عليها، هذا مذهب الظاهرية.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث نهى عن البول في الماء الراكد، لا يجوز أن يتبول في ماء راكد غير جاري. فعندهم لو تبول في قسط ثم أفرغه في ذاك الماء جائز، لأنه لم يباشر الفعل في الماء مباشرة، وهذا غير مقصود، غير مقصود. قال عليه الصلاة والسلام البكر تستأذن وإذنها صماتها. قال فإن ضحكت لا يدل على أنها أذنت، لأن الإذن هو أن تصمت، تسكت، وإذا ضحكت لم تسكت. هذا جمود على الظاهر، ولهم من مثل هذا أشياء كثيرة، فسموا بالظاهرية. أضف إلى أنهم لا يأخذون ولا يرون القياس تنظيرا، من حيث التنظير، أي من حيث كون من أصولهم أنهم لا يرون الأخذ بالقياس، لكن من حيث العمل ومن حيث التفقه فإن القارئ والمطالع لهم في كتبهم الفقهية يجدهم أنهم يأخذون بالقياس ويعملون به وإن سموه بغير ذلك. هذا مذهب الظاهرية نسبة إلى داود ابن علي الظاهري، وهو من علماء القرن السادس هجري بدايته. تبعه على ذلك من نصر هذا المذهب وناصره، وهو الإمام أبو علي محمد ابن حزم الأندلسي رحمة الله عليه، وهو كان في القرن الخامس، صح، كتاب المحلى. فهؤلاء الظاهرية قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ستة أصناف، فلا يجري الربا إلا بهذه الستة، في الذهب، الفضة، التمر، القمح، الشعير والملح فقط، الذرة، الفول، الحمص، العدس، الأرز، ما يجري في هذه، فقط في هذه الستة. وتبعهم على ذلك بعض أهل العلم وبعض المحققين. جمهور العلماء خالفوا أئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم وأصحابهم وتلاميذتهم، خالفوا الظاهرية، فقالوا أن هذه الأصناف الستة فيها وصف إذا توفر في غيرها ألحق به في الحكم، ألحق به في الحكم. فكون النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الذهب والفضة فيوجد معنى قائم بهذين النقدين، وكون ذكر التمر والقمح والشعير والملح توجد معاني، توجد معاني ها هنا، لأنه كان يمكن إجماعها بقوله صلى الله عليه وسلم الطعام، وإن كان ورد في حديث رواه مسلم من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه. فقالوا هناك وصف مقصود من هذه الأصناف، واتفقوا على أن هذه الأصناف الستة تنقسم إلى قسمين: ما يعد من النقد وهما النقدان الذهب والفضة، وما يعد من المطعوم وهي المطعومات التمر البر والشعير أو الحنطة والشعير والتمر والملح. واختلفوا في التعليم، فمثلا الأحناف يقولون علة ربا التفاضل، علة ربا التفاضل
هو الوزن والجنس، علم تريب التفاضل الوزن والجنس. فكل ما كان من جنس واحد مما يوزن يجري فيه الربا، يجري فيه ربا التفاضل. ذهب بذهب جنس واحد فيجري فيه ربا التفاضل، فضة بفضة جنس واحد يجري فيه التفاضل، تمر بتمر، شعير بشعير، وهكذا. المهم يكون موزونا، أن يكون موزونا. ففيما يتعلق بالنقد يكون موزونا ومن جنس واحد، وفيما يتعلق بغير النقد فأيضا يكون موزونا أو مكيلا من جنس واحد. فإذا كان كذلك جرى فيه ربا التفاضل. أما ربا النسيئة، في ماذا يجري ربا النسيئة؟ يجري ربا النسيئة عندهم في كل ما اتحد جنسه أو قدره، يعني أن يكون من جنس واحد فلا يجوز فيه ربا النسيئة، كالنقود لا يجوز فيها، كالنقدين اتفقا أو اختلفا لا يجوز فيه ربا النسيئة، وكالمطعومات اتفقت أو اختلفت. فكل ما كان فيه اتحاد الجنس أو كان مكيلا أو موزونا جرى فيه ربا النسيئة، يعني لا يجوز التأجيل مع التأجيل، لا تبيع منها ناجزا بغائر. هذا مذهب الحنفية الأحنف. أعيد، قالوا ربا الفضل في ماذا يجري ربا الفضل؟ متى لا يجوز ربا الفضل؟ لا يجوز ربا الفضل فيما اتحد جنسه وكان موزونا أو مكينا، بمعنى ذهب بذهب جنس واحد موزون لا يجوز تفاضل، فضة بفضة جنس واحد موزون لا يجوز تفاضل، تمر بتمر جنس واحد موزون لا يجوز تفاضل، واضح؟ قمح بقمح، شعير بشعير، ملح بملح، أرز بأرز، ها؟ مفهوم؟ المقصود هو الوزن مع اتحاد الجنس، هذا لا يجوز فيه التفاضل. طيب، خشب، مادة خام، خشب، خشب بخشب، جنس واحد ولا لا؟ يوزن الخشب ولا لا؟ نقول في تفصيل، إن كان حال وزنه على صوغة الوزن جنس موزون ولا لا؟ يجري فيه الربا عند الحنف. إذا فصل إلى نوافذ أو كراسي أو طاولات صار ماذا؟ موزونا ولا معدودا؟ معدودا، لا يجري فيه الربا. هذا عند الحنف، واضح؟ هذا التفاضل. أما النسيئة، متى لا يجوز ربا النسيئة؟ قلنا التفاضل أن يكون أحدهما أزيد من الآخر، وربا النسيئة أن يتأخر، واحد يدفع والآخر يتأخر والثاني يتأخر. متى لا يجوز ربا النسيئة؟ لا يجوز ربا النسيئة إذا كان جنس واحد أو كان له مقدار موزون أو مكين، لا يجوز النسيئة. أما إذا كان جنس واحد فواضح، ذهب بذهب لا يجوز هذا يعطيه الآخر بعد مدة، وكذا الفضة والتمر وغيره. أو كان مكيلا أو موزونا، كل ما يوكل أو يوزن إذا وقع التبادل
إذا اختلف الجنس جاز التفاضل، لكن لا بد أن يكون يدا بيد. واضح؟ هذا مذهب الحنفية. لما قالوا؟ لأن الله جل وعلا اعتبر الكيل والوزن، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، وقال جل وعلا ويل للمطففين الذين اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يبصرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يوم عظيم. فذكر اعتبار الوزن والكيل، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بمثل وزنا بوزن سواء بسواء، اعتبر أيضا الكيل والوزن. وفي حديث آخر أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفاضل في ما اتحد الجنس، قال وكذلك الميزان، أي ويجري هذا أي الربا فيما كان يوزن، فيما كان يوزن. وأيضا في حديث آخر ذكر هو إن كانت كل ما في إسناده ما كل ما يوكل لا يباع كيل بكيل إلا مثلا بمثل، ولا وزن بوزن إلا مثلا بمثل أو كما قال، فإذا اختلفت فلا بأس. فقالوا فيه اعتبار هنا الوزن والوزن وكذلك الكيل، الوزن والكيل. هذا في الجملة دليل الأحناف. طيب المالكية قالوا أما الذهب والفضة فالعلة فيها أنها ثمنية، العلة هي الثمنية والنقدية، كون هذه هذان الجنسان الذهب والفضة هي أثمان ونقود لأشياء أخرى، لأشياء أخرى. ودليل ذلك الواقع والاستقراء، دليل ذلك الواقع والاستقراء. ودليل ذلك أيضا قالوا أن الذهب والفضة هي قيم للمتلفات، هي قيم للمتلفات، فالعلة فيهما كونهما أثمانا وفيهم وصف النقدية، هذا هو الوصف المعتبر. فكل ما صير وجعل ثمنا ونقدا جرى فيه الربا، هذا قول المالكية، ووافقهم عليه الشافعية، وأيضا رواية عند الحنابلة. ودليلهم هو ما ذكرنا. أما في المطعومات فقال المالكية لا يجوز في المطعومات ربا التفاضل في كل مطعوم يعد قوتا مدخرا، يعد قوتا مدخرا، كل طعام هو قوت للإنسان ويدخره فهذا لا يجوز فيه التفاضل، لا يجوز فيه التفاضل، هذا في ربا التفاضل، كل قوت مدخر. لما؟ قال لأننا نظرنا إلى الأوصاف الأربعة، فلو كان المراد فقط كون طعام لذكر نوعا واحدا من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ذكر الملح والطعام والتمر والشعير والقمح أو البر أو الحنطة، دل على أن المقصود أشياء. فنظرنا إليها فوجدناها أنها قوت للناس وتدخر أيضا، فإذا لا يجوز ربا التفاضل فيما كان قوتا مدخرا. أما ربا النسيئة الأجل فلا يجوز في كل ما كان مطعوما، في كل ما كان مطعوما. قالوا لأن المقصود من النهي عن الربا ما يدخل على الناس من الإضرار به، وهذا الحكم يتعلق ويعلق بما كان طعاما له، فكل شيء يعد طعاما لا يجوز فيه ماذا؟
التأخير والتأجيل. واضح؟ نأتي إلى التفاضل عند المالكية مثلا. الموز هو قوت ولا ليس بقوت؟ من التفكك يلحق بالقوت. يدخر ولا لا؟ لا يدخر. إذن لا يجري فيه لب التفاضل، لا يجري فيه لب التفاضل. القمح قوت يدخر، الأرز قوت يدخر يجري فيه لب التفاضل، يعني لا يجوز فيه التفاضل. طيب ربا النسيئة، قالوا كل ما كان طعاما فلا يجوز فيه التأخير. الموز يعد من الطعام والأرز كذلك، فيجوز التفاضل بينهما لكن لا يجوز إلى أجل التأخير، لا يجوز. هذا مذهب المالكية، وقال ذكرنا دليله. الشافعية وافقوا المالكية في علة الذهب والفضة. أما في المطعومات فالشافعي يقول يجري ربا التفاضل والنسيئة في كل ما كان طعاما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: الطعام بالطعام مثلا بمثل. فعلق حكم جريان الربا على وصف وهو كونه طعاما، بغض النظر عن أن يكون قوتا أو تفكها أو مصلحا للطعام أو يعد غذاء ودواء أو دواء، وبغض النظر عن أن يكون موزونا أو مكيلا أو معدودا، المهم أنه طعام. فإن كان كذلك لا يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النسيئة. لما؟ للحديث: الطعام بالطعام مثلا بمثل، رواه مسلم من حديث ما مر من دينار الله. الحنابلة أما في النقدين، في النقدين الذهب والفضة، فلهم قول كقول الحنفية، وهو أن الربا يجري في كل ما كان متحد الجنس موزونا أو موزونا، هذا يجري فيه ربا التفاضل. أي كان متحد الجنس أو كان من جنس واحد موزونا أو مكيلا، يجري فيه ربا التفاضل أو ربا النسيئة. ولهم أيضا الحنابلة رواية ثانية كقول الشافعية، ولهم رواية ثالثة وهي أن المطعومات يجري فيها الربا إذا كانت طعاما مكيلا أو موزونا، مكيلا أو موزونا. أما قول الرواية الأولى فدليلهم كدليل الحنفية، الرواية الثانية دليلهم كدليل الشافعية، الرواية الثالثة دليلهم هو جمع هذه الأدلة. عندنا نصوص علقت الربا بالطعام، وعندنا نصوص اعتبرت الوزن والكيل، فنجمع هذه النصوص كلها فيكون عند ذلك القول الصحيح هو ما كان طعاما مكيلا أو موزونا جرى فيه الربا. واضح؟ هذا قول الحنابلة ودليلهم. والأقرب والعلم عند الله والذي يظهر رجحان حسب الأدلة أن العلة في الذهب والفضة هي كونهما نقدين وأثمانا، أثمانا، فكل ما اتخذه الناس
ثمنا للمتلفات وللعروض وللمبيعات جرى في ذلك الربا، جرى فيه الربا. وعليه يترجح جريان الربا في نقودنا الموجودة الآن، وإن كانت لا تعوض بالضرورة نصيب الذهب، لأن الأمر الآن صارت العملة الورقية النقدية قيمتها اعتبارية نسبية، ترتكز على الآن قوة الدولة العسكرية ونفوذ سياستها في العالم واقتصادها وتجارتها، اقتصادها وتجارتها. أما رصيدها الذهب من الذهب فهذا له شيء ليس ماذا؟ ليس قويا ومعتبرا كما كان من قبل، كما كان من قبل. وعليك كون هذه النقود الورقية الموجودة الآن العملة تعد أثمانا يجري فيها الربا، يجري فيها الربا. واضح؟ نأخذ مثال نطبق عليه مذاهب العلماء. السيارة، سيارة من نوع معين يبدلها بسيارتين، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول الآن هذه السيارة هل هي من قبيل المطعومات أو غير المطعومات؟ غير المطعومات. الأحناف يقولون الجنس مع كونه موزون، هذا معدود، ها؟ وباقي الأئمة يقول كونها أثمان الثمنية كونها أثمان، وهذه ليست كذلك. فإذا فعل مثل هذا جاز، ما في شيء. ومثل قلت في الجوال، واضح؟ القماش، القماش لو أنه يأتي بقماش ويعني لفات كثيرة موزون لنا، موزون. فقماش بقماش موزون من جنس واحد، عند الجمهور ليس أثمانا ولا نقد، فلا يجري فيه الربا. يجوز التفاضل ويجوز النسيج عند الحنفية، لا، الحناف لا، لا يجوز. فلا بد قماش بقماش، إذا كان الجنس واحد لا بد من التماثل، إذا اختلف الجنس لا بد من التقابض، لا بد من التقابض. طيب قماش بخشب موزون، الجمهور لا يرى الحنفية، هذا قماش وهذا خشب، جنس واحد ولا مختلف؟ مختلف، لكن هذا موزون وهذا موزون ولا لا؟ ما دام موزون مع موزون يجري فيه ماذا؟ ربا النسيئة. فيجوز التفاضل لكن لا يجوز التأخير، ما يجوز التأخير. واضح؟ أين؟ والذي يتوقع ما ذكرنا، إذا كان من باب الثمنية يجري فيه الربا، إن كان من باب المطعوم نكيلا كان أو موزونا جرى فيه الربا، أما المطعوم المعدود لا يجري فيه الربا. غير المطعوم مكيلا كان أو موزونا أو معدودا ما يجري فيه الربا. واضح؟ هذا يظهر أقرب، والعلم عند الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.